مرحبا يومك أيها الطالب. اليوم في درس 16 نتحدث عن ابن الأهوى. هذا هو ابن الأهوى، يلا نعرف معا ما هو قصة ابن الأهوى، ماذا يفعل ابن الأهوى. مد قوائمه الأربع عند ضفة الجدول، فإذا شاهده أي شخص ظن في الحال أنه قد تاب. أما أنا فأعرفه تماما، ما زال ابن الأهوى زمن الماضي، من المحتمل أنه الآن يفكر في إيجاد حيلة جديدة فقط ظهرت حيله بالأمس وما قبله لبني جنسه. ألم يميت اللثام عن وجهه؟ أمنعت فيه النظر؟ لا أعرف ماذا يفعل اليوم، وكيف يتصرف، وكيف يغير نفسه مع تغيير القصر. فجأة نهض من مكانه وبدأ يسير رويدا رويدا، وأنا أتبعه. عرج على دكان الصباخ فغمص جسمه في جرة من الصبغ الأزرق، وحين خرج كان مظهره قد تغير حتى كدت لا أعرفه. بدرت منه ابتسامة فأسقطت أوراق حزنه، وانطلق بهمة ورفعة وذيل مرفوع إلى بني جنسه. استقبله ببساطة، وكان يسير بينهم بكبرياء مرددا: الحمد لله، إن الناس تخدعهم المظاهر، إنهم لا يتعرفون المضمون ولا يهتمون به. محمد رشيد فتاح كتب هذا الموضوع بتصرف، ترجمته مكرم رشيدي طالباني. خلاصة الموضوع، عن ماذا تحدثنا اليوم؟ تحدثنا عن ابن الأهوى. اليوم تحدثنا عن قصة ابن الأهوى، كيف يخدع الناس بحيله ومكره، والناس ببساطة استقبله ولا يعرفون بحقيقته.